طيب يمكن الشيء بالشيء يذكر، زي ما كنت بتكلم مع زملائي على مسألة بيان الحوار الوطني، واللي بشوف ان هو بيان حقيقي ثري جدا وحقيقي مهم جدا، وفي تحديد واضح للنقاط، وخصوصا واحنا مقبلين على الانتخابات الرئاسية بإذن الله، واللي باتت قاب قوسين أو أدنى. الأساس اللي كلنا مشتركين عليه هو انه مصر وطننا بتاعنا، نحافظ عليه، نقف نفس، عارف زي المربع اللي أنا واقف فيه كده، هي دي مصر. احنا واقفين على هذا المربع من منطلق وطني شديد الوضوح كلنا، دون النظر بقى مين فينا دلوقتي موالاة، مين فينا دلوقتي معارضة إلى آخره، أو مؤيد ومعارض. لأنه بالمناسبة لازم نبقى كلنا متفقين أنه العمل السياسي هو عمل ديناميكي، ما هواش استاتيكي وثابت على الإطلاق، وبالتالي معارضة اليوم تصبح مؤيدة الغد، ومؤيدة اليوم تصبح معارضة الغد، هكذا هي الأمور. خليني أخد معايا على التليفون شرحا وتعقيبا على بيان مجلس أمناء الحوار الوطني مع الكاتب الصحفي والصديق والزميل ورفيق العمر جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي. أهلا 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 بيك يا جمال. أهلا وسهلا بيك أستاذ يوسف، ومنور الشاشة دايما وبرنامجك ناجح دائما. خليني أقول لك أنه يعني هذا البيان الحقيقة يتماشى مع روح الحوار الوطني التي عشناها معا، وعشها الرأي العام وكل المصريين منذ نحو عام ونصف العام منذ إطلاق المبادرة في 26 إبريل 2022. وبالتالي هنا احنا قدرنا نقطع أشواط كبيرة جدا ومسافات طويلة جدا في خلق المناخ السياسي وفتح الأجواء السياسية بشكل أوسع. طبعا أيضا فيما يتعلق بأنه انت قدرت ترسخ فكرة وثقافة الحوار، احترام الرأي وقبول الرأي الآخر، نقاشات مفتوحة لا خطوط حمراء، كانت جلسات الحوار يعني تذاع على الهواء مباشرة، وحضرتك حضرت أكثر من مرة كذا جلسة، وتحدثت أنت شخصيا بكل حرية دون قيد أو دون شرط، وغيرك من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة والتيارات الوطنية. وبالتالي هذا الإنجاز العظيم الذي أنا أعتبره مثلما هناك عمران اقتصادي، أعتبره هو نفس الشيء عمران سياسي. نجحت الدولة المصرية وقفزت قفزات كبيرة جدا، لأنه هنا خلينا بس نقف مع بعض، وراء هذه القفزة إرادة حقيقية من رأس الدولة عندما أطلقت المبادرة، وأيضا انعكست هذه الإرادة على القائمين على الحوار الوطني. طيب جمال يعني أنا هقطعك لأنه يعني هقطعك ليه، هقولك عمرنا اللي عشناه سوا أنا وإنت هنا بقى، ولا أستاذ يوسف ولا أستاذ جمال، عمرنا اللي عشناه سوا أنا وإنت رفقة وزمالة وصداقة وأخوة، بخلاف أنه أنا عارف جمال الكشكي كويس. أنت استخدمت مصطلح أنا أعتقده مصطلح جديد من نوعه، وعجبني هذا المصطلح، عشان كده أنا قصدت أن أنا أقطعك قبل ما تكمل بقية الجمل. نحن نعيش حالة عمران سياسي، مش بس مسألة عمران اقتصادي، وهنا يعني يبقى جمال الكشكي بيصك مصطلحا جديدا في عالم التداول السياسي أو الكتابة السياسية. تقصد بإيه كلمة عمران سياسي يا جمال؟ شوف يعني أنا مؤمن بأنه الدولة المصرية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه فلسفة في بناء الدولة وفقا لعلوم بناء الأمم، وأنه إذا كنت بدأت أنك تشتغل على مساحة مصر في عمران اقتصادي وإسكان وشبكات طرق ويعني وسكة حديد وتوسعات في الدولة المصرية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وإذا وبنيتها السياسية التحتية، فأنت الآن بنفس النمط وبنفس الفلسفة وبنفس الإرادة وبنفس العلم وبنفس المفهوم في بناء الأمة
اتجهت لانك تعمل عمران سياسي، لانه انت عندما تتحدث وانت تصنع مساحات مشتركه نحو جمهوريه جديده فانت تسير على قدمين. القدم الاول هو العمران التنميه الاقتصاديه والعمران الاقتصادي ايضا والعمران السياسي، وبالتالي هاتان الجناح او هذان الجناحان هما يعني طريقه الصعود والانطلاق نحو المستقبل. طيب احنا لو تابعنا مثلا على سبيل المثال، احنا لما بنقول عمران سياسي هنا بنقول عمران وبناء جديد وليس حتى على الاقل ترميم، لانه هنا ايه، احنا لم نعش من قبل تجربه ومبادره في تاريخ مصر الحديث مثلما عشنا، وانا شخصيا شاهد على كواليس وشاهد على وعلى لحظات مهمه في عمر الحوار الوطني منذ اطلاق المبادره، وتابعت كيف يعني تفكر الاراده السياسيه وكيف يفكر القياده السياسيه في انه ان المبادره تبقى فعلا مبادره حقيقيه وان اهدافها تصل للجميع، وانه الهدف العام، خد بال حضرتك يا استاذ يوسف، انه الرئيس ليس له لديه حزب، ليس صحيح. لديه حزب، وبالتالي عندما اطلق المبادره، وخلينا نرجع بالذاكره حتى لا ننسى انه كان مين اللي موجود في اطار الاسره المصريه، كان واحد من رموز المعارضه الاستاذ حمدين صباحي، ومعه برفقته اسماء كثيره لا اسمي احد حتى لا انسى، كان موجود خالد داوود، وكان موجود خالد يوسف، وكان موجود اظن مش متاكد، اظن كان موجود ايضا استاذ فريد زهران. يعني احنا بنتكلم على طيف ولون واسع جدا او الوان واسعه جدا من اقطاب المعارضه المصريه. وبالتالي هنا يعني انطلقت المبادره ورف تصوري وفقا لاراده، وانطلق معها قطار العمل السياسي الى المستقبل. وبعدين المواطن فريد بيعرف يفرز الغث من الثمين، وبالتالي هنا اصبح شريك فجاه بدون قرار، بدون ما تنادي المواطن، هو اصبح شريك عندما شعر انك امام مبادره تضعه رقما مهما، فاصبح شريك يتحدث من خلال الحوار الوطني ويتحدث الى الحوار الوطني ويشارك في الحوار الوطني. وبعدين لما انت بتعمل مساله العشره السياسيه هنا بين الاطياف السياسيه كلها، انت الاول حتى لما لو رجعت بيك شويه وقلت لك تعال نتكلم عن الجلسات الاولى لمجلس الامناء، مجلس الامناء من اقصى اليمين لاقصى اليسار ومتخصصين وكل يمثل طيف سياسي معين، وطبع وبطبيعه الاشياء انه لا يوجد تطابق في وجهات النظر، في اختلاف. طيب انت مش عايز اتفاق، انت عايز توافق، واخد بال حضرتك، انت مش عايز انه في تطابق كامل في وجهات النظر، انت عايز مساحات مشتركه. طب ايه اللي يعمل ده لو انت بتدور، لو هدفك المصلحه العامه هتصل للنتيجه؟ هل اقدر اقول المصلحه العامه ستسمو عن المساحات الضيقه والاختلافات الضيقه وصولا؟ طب ونجح في مجلس الامناء في ده، وخلينا اكمل لك استاذ يوسف، لانه هنا النموذج المصغر مجلس الامناء كان الاختبار والنموذج الكاشف لمدى تلاقي كل القوى السياسيه والاحزاب السياسيه على طاوله واحده. طب نجح مجلس الامناء على مدار ما يزيد عن 30 جلسه، كل جلسه تصل ل 10 ساعات، وصلت ل 113 قضيه وتحت في خلال 19 لجنه. وبالتالي هنا انعكس ده في خدنا هذا المسار الحي الصحي الايجابي اليقظ الى الجلسه الشهيره، جلسه افتتاح الحوار الوطني. الله، هو في جمال اكثر من كده من حريه وراي اخر؟ كانت جلسه واسعه إيه؟ كبيره مهوله إيه؟ تنوعت فيها كمان الوجوه السياسيه على الوانها واختلافها من اقصى 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 اليسار وحتى اقصى 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 لو صح تعبير يعني التشدد الليبرالي والراسمالي. انا بشكرك جدا 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 صديقي وزميلي العزيز جدا الاستاذ جمال الكشكي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.